يواصل فلاح العاصمة مزاولة نشاطهم سواء في غرس معالجة أو جني المنتجات الفلاحية رغم حالة الاستنفار التي صنعها انتشار وباء كورونا والتزام الناس لبيوتهم. ضامن ربي على كل حال، بصح لازم كل واحد يدير في باله باللي الفلاح هو جندي من جنود حماة الوطن، وفي أزمة كيما هذه وفي ظروف كيما هذه ما يقدرش يتخلى على الواجب تاعه وتلقاه دائما في الميدان. الدليل على واش راني نتكلم، خطرش الكلام ساهل ولكن الواقع واقع. الناس تدور في الأسواق وتلاحظ بأم عينها باللي الوفرة كاينة وتكون إن شاء الله. ما يزيد الضغط على الفلاحين هو ضرورة توفير الخضر والفواكه في السوق خلال هذه الفترة الحساسة، وأيضا لشهر رمضان الذي يفصلنا عنه أقل من شهر. ممكن حتى نفوتوا شهر رمضان بسلامة إن شاء الله. المنتوجات بدون استثناء كل المنتوجات موجودة على مستوى الجزائر. الفلاحين وضعنا نقاط بيع ثاني على مستوى الجزائر لتقريب المنتوج من المنتج إلى المستهلك مباشرة. توا الولاية دالجي عادي يا البروغرام كونتيني، عندنا لا بلاستيكولتور باغ اكزومبل لي برودوي سوسير راهم وجدوا دركا بداو وجدوا الاكسترا يكونوا في المواد افريل هذا مواد مي حتى الجوا، ومن بعد مور جوا يدخلوا لي برودوي تاع البلانشون هذوك اللي يزيدوا يديروا كل واحد سي دي برودوي سيزون يدخلوا. دونك عادي نورمال، احنا ما تخوفناش. احنا واش نخافوا؟ الفلاح واش يخاف؟ يخاف الاكسيدون. يقع على عاتق الفلاحين خلال هذه الفترة الحرجة مسؤولية كبيرة لضمان تمويل المستهلك بما يحتاج لمنع تفاقم الأزمة التي نعيشها.